الدنيا جيفة وطلابها كلاب، انصفت منو حتى تنصفك انت؟ وقفت ويا من حتى توقف وياك؟ شنو الدنيا؟ تخيلوا الدنيا اللي تخلي الامام الحسن، الحسن هذا العظيم، يتهموه يقولوا له انت ما تريد تقاتل اصلا، انت خفت من معاوية، هذا البطل الاشم خلاص، والناس تشيع دعايات انه يخاف من معاوية وما قاتل، لذلك راح صالح. هاي الدنيا، أترجو الخير من دنيا أضاعت حسين الصبط واختارت يزيدا؟ هي هاي الدنيا اللي طلعت زينب مسبية. فشنو من تضايق اتذكر هاي المواقف، من يعتدى عليك اتذكر هاي المواقف، من تتهم بالباطل اتذكر هاي المواقف. كل ما يخالف، اكو ناس افضل مني اتهمت باتهامات اشنع مما اتهمت به انا، ما يخالف نلتقي عند الله. او هذن ليالي وايام، ما دام اكو اثنين فئران ياكلن بالدنيا ليل ونهار تقضي، ما دام اكو ليل ونهار خلصانه، وين الروح؟ الروح الاجمل ذات، اعدل ذات، الروح الاعدل الله، بعد الروح لله، وين الروح بالموت؟ الروح لله. تدري شنو يعني الروح لله؟ يعني الروح للجمال المحض، للجلال المحض، الروح للعدل المحض، الروح للمثل الأعلى. خلص هاي هي، لازم يتحمل. موسى قال له ربي كل شو ما أريد منك، بس دول يحشون علي، أريدك تسكتهم، وإلا عملك الرسالة قائمة، الناس جاي تستفاد كذا، أريد فلان سكت لفلان. قال له يا موسى هم علي يحشون، أنت تريد ما يحشون عليك؟